الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، ويتعين عليكم أنتم رجال الغد وإطارات المستقبل أن تفتخروا بالانتماء إليه أشد الافتخار. كان ولا يزال مدرسة حقيقية للتخريج الرجال من ذوي العزائم القوية والإرادة الصلبة والإيمان الراسخ بكل معاني الإخلاص. سيد محمد عربي، يعود لك من جديد. يبدو أن القائمة فعلا جذبت الأنظار، أبرز الأسماء، انضافت أيضا إلى اللواء وسيني بوعزة مدير المخابرات في عهد قايد صالح، الجنرالات الآخرين بالنسبة لعلي عكروم، عمر عمراني، عبد القادر لشخم، رشيد شواكي، محمد توبيدلت، وأخيرا عبد الحميد غريس اللي كان هو الأمين العام لوزارة الدفاع. ماذا تعني بالنسبة لك كل هذه الأسماء والإعلام للمواطن الجزائري بأن هؤلاء مشبوهون، هؤلاء متابعون بالفساد، متهمون بنهب المال العام وما إلى ذلك، في هذا الوقت بالذات وأنت كنت تستمع لسعيد شنقريح وهو يفتخر بهذه المؤسسة تخرج الأجيال، نخبة النخبة وما إلى ذلك؟ يعني أنا لما نسمعهم يتكلموا هكذا كوني متأكد هذا هو رأي الأغلبية العظمى من الجزائريين، يقعدوا يضحكوا في وجوههم، وربما كاين الناس اللي يوصل بهم الغضب إلى مانيش عارف كيفاش يتصرفوا. يعني هذا شنقريحة اللي كان يتكلم، لو تناسى الناس كل القضايا تاع الفساد إلا قضية ابنه اللي طلعوا من كابيتان الكوموندون في الجويلية الماضي، في 5 جويلية الماضي، وهو متواجد في فرنسا ياخذ بورس على اساس انه طالب، وفي نفس الوقت ياخذ اجر على اساس انه ملحق في الملحقيه العسكريه، هذه وحدها جريمه كبرى. هذه وحدها جريمه من المال الشعب الجزائري. شنقريحه هذا كان يعني لما يجيه القايد صالح في الناحيه العسكريه الثالثه يعمر له الطائره اللي يجي فيها هدايا. منين؟ من اموال الجيش، من اموال هذوك المستضعفين الجنود وصف الضباط، والضباط اللي بعد ما يلقوش الاكل وما يلقوش وعايشين ميزيريا كحله عبوديه كبيره. وتفاصيل كثير على شنقريحه شخصيا، يعني ملف طويل وعريض. الان تفضل الاخ عبد الهادي وسبقني قال لك اللي راهم موجودين هما فقط اللي صاحب القرار شاف بانهم سقطوا الان، يعني صراع الاجنحه، هذا صراع اجنحه الان يتم طحن جناح القايد صالح طحنا شاملا. واي جنرال ما عدا استثناء تاع 2 أو 3 درك نذكر لك واحد منهم اللي كانوا مع القايد صالح يتم طحنهم، لان الجناح جناح شنقريحه المدعوم من جناح توفيق نزار، هؤلاء الان ينتقموا من جناح قايد صالح اللي سجن توفيق وادى الى ان نزار هرب وجمع توفيق يعني، وقايد صالح كان بعد دعم امريكي بعد واقعة تورين، قايد صالح وسعيد بوتفليقة فكوا الدياريس من 2013 إلى 2015. الوحيد اللي نجا لأنه عنده دعم أمريكي فرنسي ولأنه يرتب في الجيش باش يرسلوا إلى مالي هو الجنرال محمد قايد، واللي أعطاه له رتبة أعلى لما مات صالح زادوا له حتى في الرتبة، هو كان مع القايد صالح. تقصد قايدي؟ قايدي محمد قايدي. أيوة. اللي عفوا مش في الرتبه، زادوا له في الوظيفه، يعني طاولوا ولا دي بي. هذه اداره هي من اهم الادارات في الجيش ربما بعد القوات البريه. استاذ محمد عربي استسمحك، ماذا عن تهمه الاضرار بسمعه الجيش؟ يا ما ادخل كثير من ناشطي الحراك قبل انطلاقه الان منذ 2.5 عامين، وكثير من هؤلاء ادخلوا في السجن بسبب الإضرار بسمعة الجيش أو الإضرار بسمعة مؤسسة الجيش، وأنت الآن تسمع هذه الأخبار عن جنرالات، عن ألوية، عن ضباط سامين أدخلوا السجن بماذا؟ لأنهم نهبوا أموال الدولة، لأنهم اكتنزوا الأموال، لأنهم أساءوا التسيير وما إلى ذلك. هم الآن يعترفوا بأننا أمام جنرالات لصوص. أقل شيء ليعترفوا به هو الفساد المالي، أقل شيء. نحن نعرف أن هناك فساد أخلاقي، ونعرف أن هؤلاء الجنرالات كانوا قتلة في التسعينات، ونعرف بمعنى أن هناك جرائم أكبر بكثير من المال ومن النهب، لكن أقل شيء ليعترف به أو الجناح اللي راه يطحن في الجناح الآخر يعترف بأن هؤلاء كانوا لصوص وكانوا مجرمين. آخرهم الشواقي، هذا أنا تكلمت عليه كثير، اللي هو كان تاع المشتريات العسكرية واللي كانت الإمارات دايرته في جيبها
ويدفع في في الملايير من الدولارات للروس، ومرات يمر عبر الامارات باش يشري حاجات من الصين. سبق وان ذكرت هاي الصوره الان توري في بالقصير اللي كان هو قائد الدرك الوطني، وعلى اساس القنوات كانت تقدموا مانيش عارف واش. بالمناسبه بعد قبله كان منا دنوبه اللي راه في السجن تاع الدرك، عرعار عبد الرحمن عرعار راه في السجن، بمعنى ان راه لديك كبار المسؤولين، ما راكش تتكلم على جنرالات عاديين، ما راكش تتكلم على، راك تتكلم على قاده قوات قاده اسلحه ومدراء، بمعنى راك تتكلم على اهم 90 جنرال في البلاد اللي هما سواء مدراء او قاده قوات او قاده نواحي او راهم في السجن. راه الاستثناء ولا ماهوش في السجن، الاستثناء من كبار القاده هذو اللي كانوا قاده على اساس انهم قاده، يعني هما لصوص وقتله، ولكن هما كانوا يقدموهم لنا على اساس انهم قاده. الان باعترافهم هم وبجريده الوطن القريبه منهم والصحفيه زينب أبوش المعروف باسم سليمة المساني البارح أكدت ما كنا نقوله لفترة طويلة من أنهم كانوا ينكرون ذلك ويقول لك لا لا وهذه مبالغات. أكدت بأن هناك على الأقل 30 جنرال في السجن البوليدة. ما الذي يجمع هؤلاء كلهم؟ ما الذي يجمع كل هؤلاء؟ لماذا بالضبط هؤلاء؟ لماذا هذه القائمة؟ لماذا لم يسجن هؤلاء ولا يسجن آخرون؟ هذا هو السؤال. هؤلاء كلهم كانوا مع القيد صالح. تمام. ومن استثنوا منهم ثلاثة ولا أربعة اللي من قبل، اللي هو مناد نوبة وسعيد باي وعبد الرزاق شريف، اللي القيد صالح هو اللي سجنهم. بالمناسبة يعني عبد الرزاق شريف لأن الأمريكيين قالوا له راح متورط في الأدروب. مناد نوبة والهامل لانهم كانوا متورطين في ايضا في الكوكايين وفي واقعه الكوكايين 2018. سعيد باي متورط في قضايا كثيره جدا، ومن المرجح ايضا في الفلادرو. يعني لدينا جنرالات مشرفين على تهريب مش الحشيش تاع المغرب او غير المغرب، ومش الادويه هذه المخدره اللي كومبريمي، لا لا احنا نتكلم على الهيروين وعلى الكوكايين. وطبعا الهيروين والكوكايين هذا الولايات المتحده والغرب عموما ما يلعبش في هذه النقطه، وين كاين يتتبع الامور وين يصل يقول لهم ما فيش لعب. بالمناسبه بشير فريك الوالي السابق في وهران اشار الى تورط جنرالات في هذه المساله. نعم، منهم كمال عبد الرحمن مثلا، واللي كانت قضيه كبيره جدا، وبعدين اكتشفنا ان كمال عبد الرحمن كان يقود، يعني هو في راس هرم منظمه دوليه لتهريب الكوكايين، والان عندهم املاك في سيدي يحيى واملاك ضخمه، هو واولاده باسم اولاده الى اخره، وما دخلوش للسجن مثلا. الان صحيح كانت الاطاحه به لان توفيق انذاك اطاح به، لكن ما عدا هؤلاء خمسه او سته اللي متورطين في قضايا لن يسمح الغرب باطلاق سراحهم وهي الكوكايين، البقيه اللي كانوا مع القيد صالح، هؤلاء حوالي 24 جنرال الان كلهم كانوا مع القيد صالح، وكانوا هم القيادة مع القيد صالح، يعني كانوا ضمن 30 جنرال اللي القرارات تتخذ باسمهم، وأحيانا كانوا ضمن الدائرة اللي فيها 8 جنرالات. أستاذ محمد العربي، قد يسأل المشاهد الآن وهو يستمع إليك، ما مصلحة مؤسسة الجيش اليوم وقادتها في تصفية هؤلاء من تقول عنهم أنت بأنهم أتباع قيد صالح أو أبناء مدرسة قيد صالح؟ لماذا تصفيتهم بهذا الشكل؟ ما مصلحتهم في ذلك؟ ما الذي سيجنونه؟ لأنهم يخافون من الانقلاب. هم الآن استعملوا، هما شوف النظام يشتغل على أن يترك كبار المسؤولين كلهم يسقطوا في الفساد، وفي كثير من الأحيان قبل ما يختارهم لازم يكونوا فاسدين ومفسدين، وخاصة المفسدين. باش يتحكم فيهم بالملفات، باش واحد ما يخرج. أنت الآن عندك واحد مثل، يعني مرات يذلوهم إذلال شديد، لكن ما يتكلموش. واحد مثل ميهوبي أو بدوي أو يشدين عليهم ملفات كبيرة نتاع فساد عالي يعني. وكذلك الجنرالات وكذلك العقداء، يعني إدارة البلاد بالفساد، بملفات الفساد الأخلاقي والمالي، وأحيانا أيضا بالطواطؤ أو بالخيانة، بخيانة البلاد معنا بالجوسسة. فالقدور كانوا عارفينه لكن خلاوه، بالعكس زادوا أعطوا لهم بعد أنه كان تهم، والقدور كان تهم في قضية شركة مختلطة أمريكية مع سوناطراك، لكن من بعد وش داروه؟ وبقوا سجنوه سنتين، لكن جابوه من بعد حطوه على رأس سوناطراك، ومن بعد عاودوا تبين لما جاء جناح آخر طاردوه. الآن هم
باش ربما يستلموه من عند الاماراتيين اللي راهي تضغط عليهم في ملفات اخرى. هؤلاء اللي راهم في السجن اليوم لانهم يخافوا الاخرين، شنقريحه وتوفيق من الخلف ونزار من الخلف، كاين جنرالات من الخلف توفيق نزار واللي راهم في التقاعد، وكاين جنرالات بالواجهه ومنهم شنقريحه ومنهم قايدي ومنهم يخافون من ان هذه المجموعه اللي كانت مع القايد صالح تنقلب عليهم مره اخرى ويطحنهم طحن كما صرا من قبل مع توفيق ومع الاخرين. فهذه المره هم فهموا الدرس جيدا، ولذلك مثلا جاءوا البوعزه وسيني ونزلوه الى جندي بعد ما مروا على التعذيب الشديد ومحكوم عليه ب 24 سنه وما زال الخير لقدام، ما زال يحكموا عليه. اذا نحن في صراع، لان الحكم، شوف الحكم في اي اما ان تمر عبر امور شفافه وعبر احزاب مدنيه والناس مدنيين والشعب يخير، وهناك من يحكم وهناك من يكون في المعارضه وهناك من يبتعد عن الحكم، والا ان تكون هناك اجنحه تتصارع. هؤلاء اليوم الحل الوحيد بيناتهم على من يحكم هو ان يطيح بالاخرين ويسجنهم بملفات ماليه او اخلاقيه صحيحه مش كاذبه. يعني هؤلاء رغم في السجن لهذه الاسباب صحيحه، لكن السبب اللي دخلهم للسجن ليس الفساد، انما الخوف من الجناح الاخر ان ينقلبوا عليه ويدخلوهما للسجن.